السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحمق قناة جيم جيك. كيف حالكم؟ شنو طبيعي؟ صرنا الآن الحلقة السابعة من سلسلة التختيم هاب. خلونا نقول بسم الله ونشوف فين وصلنا. أيوة طيب، إيش الخطة الحين؟ إيش نسوي؟ كيف نشغل الآلة هذه؟ أوكي، هنا لازم في شيء نقدر نجيبه ونشغل فيه الآلة. خفت منها. طيب وهنا فكينا احنا اللي هو الجهاز هذا. طيب اوكي، اتوقع لازم نجيب الآلة. نركبها هنا. المشكلة المغذى مرة ضيق، فكيف بجيبها؟ كيف بنجيبها؟ كيف خطة؟ ما إلا ألف مرة كذا، ليش شكل كذا؟ ولا هنا معقول ان ممكن تخش كذا؟ مو ما اتوقع انها بتخش كذا، ما اللي حطه في الجهاز ذاك، بس يمكن هذا هو الحل الوحيد عشان نقدر نشغل فيها الشيء ذاك. اتوقع هو الحل. ايش هنا؟ في شيء يشتغل؟ هنا ايش في؟ طب كذا اوكي، في شيء هنا، لكن وش الشيء هذا؟ هذا يخرب المشي كلها. طيب هذا يخرب. ايوه في الماسوره دي حركه. اوكي اتوقع كذا يصير يمدينا نعبر. ممكن نشوف. اوكي يمكن كذا ما راح. ايش الزر هذا؟ اوكي ما حق اجي من هنا. طيب هذا المفروض نركبه وين بالضبط؟ نركبه وين؟ وين؟ نتحرك يعني شوي. اوه
نجيب ديب ننزله بعدين نشغل دي. طيب هاي فوق شوي. اوكي كده. اوكي عليها كده. نجي نحط هنا ننزل هذا الشيء. نجي ناخذ شاب لطيف. يلا تعالي عسل. يلا طيب نرفع مرة ثانية. اوكي نجي نقطة الزر هذا ونشوف ايش احسن. اوكي فتح طريق. اوكي طيب نجي احنا هنا. اوكي ممتاز نلف من هنا. حلوين ونطفي الزر هذا عشان اقدر اخلي الآلة حقتنا تعدي. كده حلوين. نجي هنا نقول يلا نكمل. حلوين السلام. يا سلام ندعسون كلكم صح. يب السلام. هنشوف في شيء هنا والله ما ادري. دقيقة خلنا نستكشف نشوف ايش في هنا. ما في اي شيء هنا حرفيا. نرجع نكمل وندخل الآلة هذه. ايوه يلا مشينا مشينا يا ودي مشينا. ايوه هنا نجيبها. ركب يا ودي. شغل. ايوه يا اهلا يا هلا يا هلا. طيب هذا مكان رسمنا الاصل حقنا. نرجع هنا نروح فوق. كيف نخش هنا؟ ايش معجون كيف نخش؟ كيف ايش النظام؟ يا كابتن في خطأ هناك. ايش نسوي؟ اوكي نزله. طيب نحاول نشوف طريق. طيب نلقى فوق.
هذا البوج احنا بنروح له. طيب لو نروح له هناك مشكلة. هنا ما في أي شيء، هنا ما في أي شيء. طيب كيف النظام؟ إيش نسوي؟ أوه صح في أشتغل، صح نسيت. ايوه نخش، ايش فيه؟ ايش فيه هنا؟ ايوه وين؟ هذا ايش؟ ما يمدي نمسح. اوكي اوكي مخرج ما نبي صح؟ او لا في شيء هنا. اوكي نبي إلى أن مجلسك يا شيخ. أنا غلطان؟ ولا التقطيع؟ ايوه يلا خلنا ناخذ الحين، يلا شيلها شيل شيل يا معلم. اهلا كذا نجي نسوي بوكسين اسرع شيء. وحش حلو الحين نرجع. اوكي نرجع يلا. والله تطورنا كثير او عن اول، انا بس تكلمت ثلاثة الحين صار عندنا خمسة، وهنا خطين زوج ما راح الوقت. لا 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 لا, لا. السلام يا التقطيع، والله يا البوكس، البوكس نفسه جبار يا حبيبي. أحسنت. طيب نبقى هنا. حلو. حلو حلو. أيوه. هات هات يا معلم، هات جيب. شكرا. شكرا في طريق من هنا بس. اوكي هذا فوق البوابة نفسها، حلوين. الله يعصب السلم.
ايوه ليش ما في اي شيء نرجع اوكي لكن ما في اي شيء حرفيا نسويه ما ناخذ هذه اوكي صار هذا شو كذا اوي لا وصلنا لا هونت وصلنا طيب وصلنا ولا معنا نفس قطعة معانا يلا جيب 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 ايوه شيت طيب اوكي شكرا وش الكبير طايح ذا هذا خوينا صح؟ الا خوينا ابو يد مقطوعة لازم نروح هناك اوكي طيب وش هذا وش اللي واقف ده هنا؟ انت هي هذا ميت ذا وين نوقف مش تهدوه على ايش في هده يعني ولا ايش؟ ولا وش قاعد يسوي بالضبط هو؟ ايوه اي خالد هذا ايوه طلعت مفك خوانا ايوه الله يحفظه مسكين شكله يبغاني اجيب له يد وفق انا اضطر يتكي انا وانا بجيب له يد دقيقة هل ابدا اوقف فوق شي المشكلة ما اشوف ايش قاعد يسوي بالضبط يقطع ابليس ككلبة ايه لا تهم عليه وصخ اوكي لازم اروح فوق انا كذا كذا قاعد ارجع انا ما يصلح
انا اعلمك يا تبل، فهمني علي قلع. يلا ايوه كلب قاعد يهمي علي من اليوم، ما صدق شي ليش تهمي علي؟ طيب هذا فوق زيادة، نجي هنا. المشكلة ما نجي نجي هنا، ما بعيد. اوكي ايوه، ايش الرفه هذه؟ مسكين مسكين، موت يا حبيبي موت. طيب ما في اي شيء هنا، فتش. اوكي نحن حاليا كذا جانا. اه كده اكيد وشو بشوف السلم ذا ايش يسوي، وين ودينا؟ اوكي اوكي هل في مكان ناخذ شيء قطعة او حاجة؟ دقيقة أشغل دي بسرعة وأشغل الثانية بسرعة، أنت بعض أجهلها. يلي 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 يا حبيبي الله يا غبي، الله يلعن شكلك يا شيخ. بسرعة بسرعة أيوة أيوة. طيب ايش تسوي في الشيء هذا؟ اوكي اوكي اهلا بالزين. ايوه اوكي ايش هيصير؟ ايوه
قول لي تغيير. حلو حلو. كيف صح؟ لا غلط. اوكي صح. خش شوف ايش فيه. ويفك قيوده كذا لا عندي انا صح؟ جايب عندي هنا يلا فك ثاني ودي هناك يلا اوه تطوير اليد نسيت الموضوع ده خلقه هي طام باي خلاص ايوه يقول ايقاف الوان شلون كذا اوكي 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 اوقف بين الارض الوان طيب كيف بروح فوق الحين قاف يستنزف مني ذا وبعدين طيب ايش اسوي الحين طيب؟ ما احنا جالس فوق ما هو بعيد علي طب ايش الفكرة؟ ايش اسوي؟ اوكي اوكي انقز مسافة اعلى اوكي حلو الحركة حلو 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 والله حتى يعني حتى لو بعيد
مرة نايس. طيب ديم مش والله اصابعك تتكسر لما قاعد تسوي حركة ذي. تضغط الوان الوان الانتقال العادي، والوان ذي تمسك اخر شيء اللي يسحبك. حلو لا بأس فيه. طيب شوف فكرة حلوة، احنا نوقف هنا. يعطيكم ألف عافية على المتابعة. اللي ما اشترك اشترك، فرخصية تنبيه عشان أول ما ننزل مقطع جديد في القناة راح يجي تنبيه بشي ذا. فشوفكم إن شاء الله في مقطع جديد. سلام.